على شنو ساكتين؟ وين اكو هيك مقاييس؟ بس هي المشكله وين استاذ نجيب؟ نعم. المواطن العراقي ما عنده طموح. المواطن العراقي ما عنده طموح، المواطن العراقي ما يريد يعيش هو مرفه. المواطن العراقي يريد يبقى بالتجاوز، المواطن العراقي يريد يبقى بالزراعي. ما يريد يعيش وهو مرفع عنده بيت وقصر وسيارة وباب رزق ووظيفة وشارع نظيف ومستشفى نظيف. ما يريد كل يروح من المستشفى. ماكو واحد بينا ما يريد يرتاح. والله يا عمي ما يردون، والله يا عمي لو يردون كان ما رجعوا لبيوتهم استاذ نجيب. والله لو يردون ما يرجعوا لبيوتهم. على شنو ساكتين؟ راحوا للعبة قبل بيوم وبنص البرد يباتون بالشوارع زيان، بس على حقوقهم وعلى أموالهم ما حد يجيبات من الشارع. طيب وين أكو هيك مقاييس؟ والله تساؤل تساؤل. لعبة عمرها 95 دقيقة ملأوا الشوارع والأرصفة والشاشات والعداد والملاعب، حتى الملاعب اللي ما بيها مباراة الملت، وحقوقهم وأموالهم ما يطلعون عليها بهاي الطريقة. ما معقولة، ماكو هيك شعب بكل العالم. نعم. إلى متى هذا السكوت؟ وعلى شنو هذا؟ نعم نعم